لا يكفي أن نقول هناك مرابطون، يجب أن نكون كلنا مرابطين بالأقصى. لا يكفي أن نقول لقد جاء المستوطنون، جاءوا ويجب عليهم أن لا يأتوا إلى الحرم، أن نمنعهم من دخول الحرم بأي طريقة كانت. هذا حرمنا وهذا أقصانا وهذه كنيستنا، لا يحق لهم أن يدخلوها، لا يحق لهم أن يدنسوها. يجب علينا أن نمنعهم، أن تقف صدورنا العارية في وجوههم لنحمي مقدساتهم.